الحرب النفسية هي حرب قديمة جديدة، استراتيجيتها مبنية على عقل الخصم، إما لخداعه أو إجباره على التخلي عن قضيته. والهدف هو الإبادة الأساسية والتصفية للخصم، حيث تصبح السيكولوجية مجالاً واسعاً للنضال بواسطة دعم تقني للرسائل الموجهة للعدو المبنية على الإغواء، الدعاية، التخويف، الابتزاز، الخيانة، الخداع. فرنسا الكولونيالية استخدمت هذه الآليات للاحتفاظ ببوابة إفريقيا فرنسية، لكن رجالات الثورة اعتمدوا على هذه الحرب لتكون الفيصل في الصراع الدائري في الجزائر في خمسينات القرن الماضي. كثير من النواحي، مسألة السلاح النفسي هي عنصر هيكلي ومتكرر للفكر العسكري الفرنسي في فترة ما بعد الحرب. الحرب النفسية لون جديد من الحرب، تحمل كثير من التسميات، هي اللي نعرفوها باللغة اللاتينية بالفرنسية لا غير سيكولوجيك، وقد تمتزج مع مفاهيم أخرى كثيرة، هي في حد ذاتها أدوات وأساليب في الحرب النفسية. بالإنجليزي the psychological war، هذا ما يوحي إلى أنه مفهومها لازم نبحث عليه في موسوعات متخصصة، لأننا أمام ظاهرة جديدة وربما لون متفرد جدا من أنواع الحرب. سموها الحرب الخفية، الحرب الخاطفة، لا غير سوبفيرسيف، حرب الأعصاب، يعني اللي تناور الأعصاب، لا غير دينير، حرب المعنويات كي ساتاك او مورال، او الحرب المعنوية، حرب الأفكار. في كثير من الأحيان احنا لما نتكلم على العلاقات ما بين دول العالم بعد 1945 نتكلم على الصراع الإيديولوجي بين الشرق والغرب، حرب الإرادات، لا غير دي فولونتي، وربما حرب الدعاية هو المثال الرائع لشرح الحرب النفسية. الحرب الباردة، حرب الإشاعة، احنا عندنا مثل عربي جميل جدا يقول الإشاعة حقيقة ثانية، ولعلها تقنع أكثر مما تقنع الحقيقة الحاضرة. الحرب السياسية، غسيل المخ، لافاج دو سيرفو، حرب الكلمة. في فلسفة دوغول السياسية يعتبر فيها رجل الدولة على أنه فيلسوف حرب، فالبطولة في نظرية دوغول هي هبة من الله، رجال استثنائيين عليهم مواجهة العاطفة، لذلك فالعامل النفسي هو الوسيلة الوحيدة لتشتيت الحشد وتخويفه والسيطرة عليه. دوغول لخص لنا الحرب النفسية في واحد المقولة رائعة، يقول فيها رائعة بالنسبة له، يقول لكي تنتصر دولة في حرب فإن عليها أن تشن الحرب النفسية. ما قالش أسلحة الدمار الشامل، ما قالش أسلحة باليستيكية، ما قالش الجيوش الجرارة، لكن وظف بالتدقيق نوعا خاصا من الحرب. وتظل هذه الحرب، يعني الحرب النفسية، هي الكفيلة بمساندة هذه القوات العسكرية حتى تنتهي من مهمتها. حدد الجنرال ألفونس جوان المفهوم والهدف من الحرب النفسية التي تحقق أهداف الأمة الفرنسية بأي ثمن غدا نهاية الحرب العالمية الثانية. استخدام الحرب النفسية من طرف الفرنسيين أثناء الثورة التحريرية له خلفيات. أولا، الفرنسيين بعد التحولات التي وقعت
في النصف الثاني من القرن العشرين أو بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، واشتداد الصراع بين المعسكرين وظهور الحرب الباردة، أصبحت الحرب النفسية هي وسيلة من وسائل فرض الوجود. معركة ديان بيان فو كانت بداية لكسر عمق القاعدة العسكرية لقوى طموحة مناهضة للاستعمار ستغير قواعد اللعبة السياسية. الهزيمة التي تكبدتها فرنسا في الفيتنام لقنت جنرالات فرنسا درسا عسكريا تكون فيه الحرب النفسية الملجأ الأخير للعسكر. مصطفى الأشرف عمل دراسة رائعة يحلل فيها نفسية هؤلاء العسكريين الفرنسيين الذين جاءوا إلى الجزائر خلال القرن التاسع عشر، وورث عنهم أحفادهم الذين جاءوا من حرب الهند الصينية بعد 1954 لتنفيذ مشروع الحرب النفسية. ومن هؤلاء؟ هم الذين كانوا يمثلون قيادات وضباط متكونين متضلعين في علوم الحرب اللي ارسلتهم فرنسا لحفظ الشرف ديالها في الهند الصينية. جاءوا إلى الجزائر وهم يحملون تجربتهم الكاملة من الهند الصينية، ولقد خسروا هذه الحرب وأغلبهم أسروا من طرف الفيتناميين مع نهاية الحرب في الهند الصينية، وبدأ لهم بأن لديهم أجوبة أو بعض الأجوبة فيما يخص الحرب النفسية بوجهة نظر عسكرية بحتة. خلال السنوات الأربع التي قضيتها في الفيتنام اكتشفت ما هي الحرب الثورية. الحرب الثورية بمعنى حرب ذات مظهر خارجي أين يكون فيها احتلال الأرض ليست له أهمية، لكن إخضاع الشعوب لديه أهمية كبرى. إذن الحرب النفسية لها أهمية كبيرة. حاربت ضد الفيتناميين بمعدل 3 مرات في سنتين، جبت كامل الهند الصيني، لدي تجربة 10 سنوات تقريبا في هذه الحرب الثورية، ما ساعدني في خوض حرب الجزائر. بعد معركة ديان بيان فو الشهيرة، الهزيمة الفرنسية قد أثرت نوعا ما على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري، ولكن من ناحية النفسية درجة أكبر. لهذا تحاول الإدارة الاستعمارية بمؤسساتها المدنية والعسكرية تجاوز هذه الهزيمة من خلال تطبيق الحرب النفسية في الجزائر عند اندلاع العمل المسلح باستخدام كل الوسائل المتاحة. صدمة الفيتنام أدت إلى استعمال السلاح النفسي الذي كان في نظر العسكريين الفرنسيين محاولة للتهدئة الكاملة والشاملة في شمال إفريقيا. حرب الهند الصينية أنجبت ضباط عسكريين فرنسويين أقلهم رتبة برتبة النقيب كابيتان، وأكثرهم رتبة جنرالات. وأقول جنرالات، ديغول نفسه أحاط نفسه ب70 جنرالات جنرال من خيرة ما أنتجته المؤسسة العسكرية والحربية الفرنسية عبر التاريخ. يعتبر الفرنسيون هذا السلاح الحل المعجزة، من المحتمل أن يؤدي إلى تهدئة كاملة ودائمة في الجزائر خلال الفترة ما بين 56 و 1960. الحرب النفسية التي مورست في الجزائر تختلف عن باقي المناطق التي مورست في هذا الحرب، سواء من طرف الأمريكان أو في كوريا الجنوبية أو غيرها من دول. لماذا؟ لأن الفرنسيين مارسوا الحرب النفسية على نطاق واسع في كل الأماكن ومع كل المؤسسات. في العادة تقترن الحرب النفسية بالمؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات خاصة، لكن لدى الفرنسيين
خاصة مرحلة الثورة التحريرية، مورست الحرب النفسية على أوسع نطاق. نشر كلود بورديو وهو عضو سابق في المجلس الوطني للمقاومة الفرنسية في مجلة لوبسيرفاتور مقالا بعنوان هل هناك جيستابو جزائري؟ ومن هم النازيون الجدد في الجزائر؟ حيث أدان وهاجم أساليب الاستجواب التي استخدمتها الشرطة الفرنسية في الجزائر بالتواطؤ مع عدد من القضاة الفرنسيين المتعاونون الفرنسيون مع الجيش النازي. في الوقت اللي كثير من هؤلاء اللي كانوا يحاربوا من الفرنسويين اللي كانوا يحاربوا في النازية واللي كانوا يصفيوا ويحاربوا في المتعاونين الفرنسويين مع النازية كانوا يقدموا دروس في الوطنية. للأسف معظمهم أو غالبيتهم رايحين يطبقوا نفس هذه الأساليب لربما أبشع من هذه الأساليب في الجزائر. النفسية بالنسبة للفرنسيين أثناء الثورة التحريرية هي المعركة الأقل كلفة والأكثر فتكا وتأثيرا. هذه المعركة الأقل كلفة بالنسبة للفرنسيين يجب أن تمارس على نطاق واسع على مختلف شرائح المجتمع. احنا نعرف أن الحرب النفسية تمارس ربما على العامة داخل الجيوش المؤسسات العسكرية، لكن في الجزائر مورست على الأطفال، على الشيوخ، على النساء، على المجاهدين، على الأسرى والمعتقلين، على اللاجئين، في كل مكان. الفرق الإدارية المختصة هي الوريث الشرعي للمكاتب العربية، وكان من العاملين عليها أسماء جواسيس اقترنت أسماءهم بالإمبراطورية الفرنسية، وكان هدفها التغلغل في أوساط المجتمع الجزائري. إذا كان نأخذها من في محطتين تاريخيتين باش هكذا نربطوها، القرن 19 والقرن 20. احنا في كثير من الأحيان لما نتكلم على المعلومة نربطها بجهاز معروف اللي هو جهاز الفرق الإدارية المختصة لصاص. والفرق الإدارية المختصة هي في الحقيقة الوريث الشرعي نتاع مكاتب نشأت في القرن 19 يسميوها البيرو عرب. لكن فكرة المكاتب العربية اللي كتب عليها المؤرخ الفرنساوي جاك فريمو اللي يعتبر مرجع أساسي في هذا الموضوع تستلهم كل الأفكار ديالها من شخصيته. الشخصية الأولى والجنرال يوسف ما راحش نتكلم عليه كثير، لكن الشخصية الثانية اللي نحب نركز عليها هو ليون روش. هذا ليون روش أنهى مهمة في المغرب وكلفته الدوائر الاستعلاماتية والعسكرية الفرنسوية باش يؤدي مهمة في الجزائر، وارتبطت القصة نتاعو مع الأمير عبد القادر الجزائري. ليون روش ترك كتاب مرجعي في هذا المجال سماه ديزون اترافير الإسلام، وين وصل باش يفتك المعلومة. اندمج ليون روش في المجتمع الجزائري حتى أصبح جزائريا لا يختلف عن الجزائري، لا في الكلام ولا في اللباس، بل أصبح يجالس حتى الأعيان. وفي كل الكتاب نتاعو يقول أنه كل المهمة نتاعو كانت تتلخص في أنه يستقي المعلومة. شخصية العقيد الغامضة والموجودة في كل مكان تعبر عن خيال الحرب الجزائرية الفرنسية، صورة لهؤلاء الضباط الصغار
وأنصار الجزائر الفرنسية وكسر تقليد الخضوع للسياسة. وهذا الرقم هو واحد من تمثيل هؤلاء الرجال والجهات الفاعلة الرئيسية من خلال الفرق الإدارية المختصة. يحاول الصحفيون والعلماء السياسيون التعليق على هذا الواقع بإثارة فكرة التأريخ للجيش الفرنسي في حرب التحرير الجزائرية بفتح الأرشيف وإعادة قراءة نقدية للنصوص العقائدية التي سمحت بتسليط الضوء على الطرق الخطابية لعقيدة الحرب الثورية من العمل العسكري إلى العمل السياسي، وتوضيح الظروف المؤسساتية والسياسية لظهور وتطور العامل النفسي خلال حرب التحرير الجزائرية من خلال مهام الفرق الإدارية المختصة. استخدمت الإدارة الفرنسية شتى الوسائل، أولاً على مستوى جهاز دياستي، مديرية الأمن الإقليم، وخاصة المكاتب المرتبطة بها. كان فيه مكتبين مهمين جدا، وهذا المكتبين أيضا مرتبطين بجهاز المخابرات. جهاز المخابرات لعب دور كبير أيضا في إدارة الحرب النفسية. قلت خاصة مكتبين مهمين جدا، مكتب التنسيق بين الجيوش سيسيال، ومكتب الدراسات والإعلام BEL كما كان يسمى. ثم هناك إذاعة صوت البلاد التي أنشئت في الجزائر كوسيلة إعلامية لبث الحرب النفسية في صفوف الجزائريين. ثم هناك مجموعات المناشير والتي كان يؤطرها 85 عسكري بتركيبة مشكلة من 6 ضباط، 19 ضابط صف، و60 جندي، وطائرتين عموديتين. كانت الأهمية السياسية للمكتب الثاني والخامس الذي أنشئ في العام 55 ضرورية. كان هو المسؤول عن نشر الأفكار القوية للحكومة الفرنسية كجزء من النشاط النفسي، حيث اتبع المكتب الخامس خطة الجزائر هي فرنسا، وبالتالي تطوير موضوعات التكامل في وقت قريب جدا، في حين لم يكن هناك شك بأن الإليزي قد رفض بالتأكيد عملية الدمج. استمر المكتب الخامس والثاني في فضح وتطوير المزايا. كان لدى المرء انطباع بأنه إذا لم يكن التوجيه متوافقا تماما مع سياسة المكتب الخامس فإنه لن ينجح، إذن فهو أداة شحذ من أيدي الحكومة الفرنسية. لم يخاطر هذا المكتب العسكري في خدمة السياسة الحكومية فحسب، بل خاض في الترويج لسياستها. كان من المستحيل قمعه لأنه تم استخدامه على مستويات أخرى من قبل القيادة العسكرية التي كان هدفها الوصول إلى السكان المحليين. المؤسسة التي اعتمدت كوسيلة أساسية لإدارة الحرب النفسية هي المصالح الإدارية المتخصصة، لاساس، سيرفيس دو لادمينستراسيون سبيسياليزي، لأن هذه المؤسسة التي كانت تحتوي 5 مكاتب مهمتها مجتمعة، المكاتب الخمسة لسانك بيرو، إدارة الحرب النفسية في الجزائر، خاصة مكتبين لو دوزيام بيرو اي سانكيام بيرو. في وقت مبكر من العام 56 اقتنع جيش التحرير الوطني بضرورة تنظيم حرب نفسية تستند أساسا إلى دعاية هجومية شعارها حربنا نفسية، هدفها هزيمة الروح المعنوية للعدو وخططه الحربية للرفع من معنويات شعبنا وقواتنا وللتقليل من الدعاية المدمرة للعدو. ويذكر أن الحرب النفسية هي السلاح الرهيب المرعب، يجب أن يكون مكتوباً وشفهياً، وأن يستخدم المنشورات والكتيبات وينشر الأخبار والشعارات وحتى الشائعات والخدمات الصحفية. المكتب الثاني وهو مهم جداً وهو الجوسسة ضد العدو، يعني جمع المعلومات والاستعلامات، مكتب استخباراتي. المكتب الخامس وكان عنوانه ومهمته العمل البسيكولوجي، لذلك المكتب الثاني دوزيام بيرو والمكتب الخامس هما المكلفين بإدارة الحرب النفسية ميدانياً.
مواجهة الحرب النفسية التي شنتها فرنسا ضد الجزائريين وإحباط مؤامرات المكتب الثاني والخامس لإرغام الأهالي عن التخلي عن جبهة التحرير الوطني، قامت الثورة بإنشاء مدرسة لتكوين المحافظين السياسيين بوجدة سنة 57، يؤطرها طلبة أمثال بلعيد عبد السلام لتجنيد إطارات مدربة تسهر على تنظيم الشعب. ونجح المحافظون السياسيون في ترسيخ ودعم الأخوة بين الشعب الواحد، فكان يستعمل الجميع في مراقبة العدو، وكان الهدف الأسمى للمحافظ السياسي أن يكون تحرير الجزائر مسؤولية كل الجزائريين. بالنتيجة وضعت النخبة برنامجاً لتوعية الجماهير من أجل الاستقلال والتحرر. الرد على عمل مصالح إدارية المختصة الأساس، وخاصة قول المكتبين الثاني والخامس، كان جيش التحرير الوطني أعطى أهمية كبرى لدور المحافظ السياسي، اللي هو كان يوازي في الهيكلة الضباط في الجهة الثانية. الرد كان بالتوازي عن طريق المحافظ السياسي، اللي هو ضمن هيكلة جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني موجود كعنصر فعال في علاقته مع الشعب في الرد على الدعاية الاستعمارية، في محاولة لإبعاد الشعب عن الإدارة الاستعمارية. أيضا دور الاستخباراتي في جمع المعلومات عن العدو ونقلها إلى قادة الثورة، والعكس مرات بث بعض المعلومات التضليلية لتضليل قوات العدو الاستخباراتية. ميلاد فكرة المحافظ السياسي أذنت ببداية عهد جديد من التحدي، تجنبت فيه الثورة المجابهة الدامية المباشرة للتغلب على عامل التفوق المادي، اعتماداً على أسلوب الكمائن والغارات المفاجئة، التخطيط لفك الحصار على الثوار والثورة. هذا العنصر الفعال ضمن التركيبة والهيكلة المعتمدة من طرف جيش التحرير الوطني استطاع أن يضع القيادة الموازية، قيادة الجيش الفرنسي، في حرج. ما كان يبنى، ما كان يعتمد عليه من طرف ضباط المصالح الإدارية المختصة، كان المحافظ السياسي يقوم بالفعل المضاد، ومرات كان هو السباق إلى إدارة الحرب النفسية. وتحولت هذه المعركة الآن بنتائجها لصالح عناصر جيش وجبهة التحرير الوطني. حتى بعض الدعاية المغرضة التي كانت تنشر كانت تستغل في هجوم عكسي ضد جيش الاحتلال. العملية العسكرية كانت جزءا من الحرب النفسية، حيث اعتمدت على الكمائن وحرب العصابات. معركة الجرف وقعت بين 22 و 29 سبتمبر 55، وصل صيتها إلى المحافل الدولية. ومن المعارك التي لها دلالة واضحة هي معركة جبل أرقو بتبسة في جويلية 1956، والتي أصيب فيها العقيد بيجار برصاصة قرب قلبه، وانهزم المظليون القادمون مرة أخرى في الجزائر. في إطار اشتداد الصراع بين جيش التحرير الوطني، بين قيادة الثورة من جهة، وبين الطرف الثاني الإدارة الاستعمارية بمؤسساتها السياسية، الأمنية، العسكرية، الإعلامية والدبلوماسية، كان على الثورة أيضا أن تجد آليات للتصدي للحرب النفسية الفرنسية، من خلال العمل الميداني أولا، لأن التركيز على العمل العسكري في حد ذاته يعتبر رد على الحرب النفسية الاستعمارية. هجمات 20 أوت 1955 من أهم عمليات جيش التحرير، التي أحدثت رعبا نفسيا عند الفرنسيين، وأفشلت مشروع سوستال، وأكدت بأن الثورة يدعمها الشعب، وانهيار الإمبراطورية بات وشيكا. عمل جيش التحرير على بقائه مرتبطا بالشعب، حتى لما كانت تقوم قوات الاحتلال بعمليات همجية انتقامية ضد السكان، يقوم عناصر جيش التحرير الوطني بالرد ميدانيا في نفس المكان بهجوم مباغت أو بنصب كمين لقافلة عسكرية. وهنا نفسيا الشعب يجد نفسه أنه محمي، أن جيش التحرير الوطني واقف إلى جانبه، فكان يعطيه القوة المعنوية
لمواجهة الأساليب الفرنسية الرامية إلى عزله عن جيش التحرير. مقصلة ميتيران ستبقى الجزء الأسود في تاريخه السياسي. وحرب المدن كانت رد فعل قوي في معركة من أهم المعارك النفسية